عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا ولا من جواب. شاعر يقول لي مساعد الله بقيت وحدي بغير ساعد، سبعين ما ظلي من السبعين واحد، وحدي محير بين اختال أجاحد، ما بينهم كالطير مكسور الجناحين، يا سيوف يا انصار ما من ذاب عن مهجة الزهرة، الأجساد ظلت تضطرب من على الغبرة، قالوا فدالك نذبح سبعين مرة، آمر علينا للحرب بن ثور يا حسين. تقول الرواية وقفت وخدرت أمير المؤمنين الحوراء زينب على باب المخيمات، صاحت أخي حسين نور عيني حسين، قطعت نياط قلبي لمن تنادي والحمات صرعا. صاح أخي زينب أريد من يقدم لي جوادي وأنا ابن رسول الله. آه آه من ذا يقدم للجواد ولا والصحب صرعى والنصير قليل، فأتته زينب بالجواد. شو شو صور هاي الصورة هاي الخيالية. فأتته زينب بالجواد تقوده، والدمع من ذكر الفراق يسيل. أخي حسين أرأيت أختا قاسية قلب كأختك زينب تقدم لأخيها فرس المنون؟ صاح أخي زينب تعزي بعزاء الله، واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، كل شيء هالك إلا وجه الله. صعد الحسين على صهوة جواد مشى خطوات، وإذا هو يرى زينب لازم شكيمة الجواد. نظر إليها أخي زينب وإذا بها تنادي دعني بدود الفرس وياك، دعني بقود الفرس وياك، والزم ركابك يا خليصي ووقف حذاياك للمعركة يا نور عيني بروح وياك. أرجعها الحسين سلاها صبرها، الآن كان الحسين معها يسليها يصبرها. لكن أسألكم بالله لما سقط الحسين صريعا على بوغاء كربلاء، من اللي كان يسلي زينب؟ من اللي كان يصبرها؟ من اللي كان يمسح على قلبها وفؤادها؟ وكأن لي بلسان الحال ينادي
الذي يسليها يصبرها صياط زجر خول لا تتلوى على متونها. ولما جل عليها الليل خرجت بأبي ونفسي لابسة ثوب أمها فاطمة وتمشي مشية أمها الزهراء، وإذا بالعدو يلتفت إلى زينب يقول إلى الأعداء انفرجوا لها لننظر ماذا تصنع. جاءت بأبي ونفسي تخطت القتلى قتيلا بعد الآخر إلى أن وصلت إلى جسد الحسين. أين المنادون وحسين؟ أين المنادون وسيدة؟ جلست متربعة على الأرض تأملت في ذلك الجسد. أسألكم بالله كيف عرفته زينب؟ ليل مظلم والأجساد كلها بلا رؤوس. أقول لك عرفت الحسين بأن له مكبوب على وجهه. واويل هنيئا هنيئا لكم على هاي العبرات مرحوم العبرة. جلست نادت أنت ابن والدي أنت ابن أمي فاطمة. وويلا يقول الإمام الضربة على الضربة والطعن على الطعنة. كلما رفعت جانب سقط الجانب الآخر على التراب. رمقت السماء بطرفها ونادت إلهي تقبل منا هذا القربى. وويلا نظرت إلى ذلك الجسد السليم نادت خويا خويا يا أبا عبد الله إن كان تريدني أنسى وبطل الله حونيني اخذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني. تذكر يوم كنا صغار أناغيك وتناغي. وجهت وجهها ناحية مدينة رسول الله تقول لجدا صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعرى محزوز الرأس. أريد أقرأ لك ها محزوز الرأس من القفايا. وويله قل يا جدي مات ما حد وقف دونه. والله يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه يعالج من الشمس والخطف لونه. بعد أريد أفجع قلبك هالليلها تنادي تعالي تعالي هذا إلى السادة ها تعالي تعالي يا محسن يا يما تعالي تعالي يا 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 وشوفي كربلا شسوت بحالي. يا ولي وشوف اخوتي مجزر اقبالي اقبالي
عيت ونذكرت عزي ودلال. أسألكم يا سادة، الزهرة حاضرة يم الحسين لو لا؟ دعبي لناديها أفاطم قومي يا ابنة الخير، تقل لها يا بنتي أني ماني بعيدة بعيدة، يا بنتي أني منك قريبة، ثلاث أيام ساكن البيت وشوف حسين من حزة وريدة. وويلا وويلا، يلا أبيات الدعاء وأسألك الدعاء. الله يرحم أبو يوسف. ها الخيم يا حسين محروقة واني هود علي الليل، وراسك راح للكوفة وجسمك راح ضغط الخيخ. وويلا رضيت بليلة العشرة وشدايدها ولا دامت، وكم مرت علي الليال من العين ما أنا تقول ما تنام عينها. وين اللوم والقعدة وهاي ايتامكم هامت، شي ماتت من الروعة وشي ظلت تحن بالوي. وويلي وويلي نص الليل يا ابن امي ولم طفل فقدناها، أثار فارت بدهشة تحوم ما حدو يا السويت يا زينة. وحدة طلعت أدور وأدور وين ملفاها، شفتها وياك ممتدة وعلى خدها دمع يسي. وويلا ويلي شقولا يا للي ناشدني من الناس، أخوك حسين وين وين؟ عباس أقول حسين ظل جثة بلا راس، وعباس النفيل قطعة ويمينة. أحيم الضائعات بعدك ضعنا، في يد النائبات.